في 2018 تم تفعيل إطار قانوني جديد يشجع الشركات الناشئة في تونس. نحكي هوني على ستارت اب اكت، واللي لو ان جي تونيزيان ستارت ابس كانت واحدة من المؤسسات اللي لعبت دور كبير باش توصل تونس تكون من البلدان الأولى في إفريقيا والعالم العربي اللي يكون عندها إطار قانوني سهل لافونتور انتربرونيريال على كل ستارت ابر تونسي. اليوم في 2022 نخمو في ستارت اب اكت 2.0، وكي العادة تونيزيان ستارت ابس جو لو رول دو فيديراتور. هذاك علاش حابين نقدموا لكم تي اس ستوريز، البودكاست اللي باش تسمعوا فيه حكايات ستارت اب تونسيه، باش تسمعوا فيه تحدياتهم، مشاكلهم، حلولهم، وحتى لو ريكومونداسيون بور اون فيرسيون اميليوري دو لا ستارت اب اكت اكطوييل. عسلامه ومرحبا بكم في تي اس ستوريز. مارس 2020 اول ريزرفاسيون جات على اي دي واي، نهار جوست بعد اللانسمون تاعها. الميل ديجا كي شفناه ياسر فرحنا، اما ما فهمناش اسكو بالحق فهم الكونسيبت، اسكو عاد ريزرفاسيون، وينقص تليفون يهز يقول انتم اي دي واي عسلامه، انتم شنو تعملوا اكزاكتومون؟ انا راني توا عديت ريزرفاسيون. كان اسمه امين، دونك عدينا اون كونفرساسيون دو 15 مينوت وهو يحكي معنا ويبوستي فينا، واحنا هكايا في الدوت مازلنا كي لانسينا البلاتفورم اسكو سافا مارشي وكل شيء، ونسالوا فيه وانت مين سمعت بها وكيفاش شفت البلاتفورم وكيفاش عديت ريزرفاسيون، سيتي فاسيل وكل شيء، هو يعملنا اي فازي ودخلوا بايمون اون لين وزيدوا هكا واعملوا هكا ونحب نلقى برشا دي زيفينمون ولا عباد هذوما شكونهم، راني انا لي بارتنير ما نعرفهمش. اونفان فما حاجه في تونس كي فا اسيي دو سنتراليزي لوفر توريستيك الكل وبشوفوا لي زيفينمون تاع الكامبينغ. دونك سيتي تري ايموفون لنا، احنا نجم نخدموا شهرين كي كبلش فلوس، المهم جينا الكود تليفون هذيك. خلود كعبي، سي او اي كوفونداتريس دو اي دي واي، مرحبا. مرحبا. ايدي واي، دونك في الاخر بالحكايه هذيا كيفاش نجم تحكي لنا شنو تعمل، شنو البارتيكولاريتي نتاعها البلاتفورم؟ ايدي واي سي معناتها افونتور بالاميزيغي. ايدي واي سي اون بلاتفورم، سي اون ستارت اب امباكت اللي تخدم على سنتراليزاسيون ديجيتاليزاسيون تاع لانفورماسيون ايكوتوريستيك في تونس الكل. البلاتفورم تلم لي زيبارجمون، لي زاكتيفيتي، لي زيفينمون، دونك حاولنا نعملو بلاتفورم اللي تنجم تلم لي سيبل الكل، كيل كو سوا دي جون يحبوا الكامبينغ، دي فامي فرقت وين يهزوا صغارهم، دي زادولت، العباد الكل تنجم تلقى البزوان نتاعها في بلاتفورم واحده وتخدم على تونس الكل. دونك سيتي لافونتور بالنسبه لنا احنا، ذاك علاش اخترنا اسم اي دي واي للبلاتفورم تاعنا. لافونتور بدات في 2020، كوفيد نتصور، توريزم الترناتيف اون بلوس، حاجات جديده. شنو هما لي تشالنج اللي قابلوكم اول واحد ولا اكبر واحد؟ بدينا نديفلوبي ديجا في ليدي دوبوي 2018 لعبالي كل قاست على خدمها، وقلنا هيا باش نخوضوا لافونتور هذايا، باش نخوضوا الاي دي واي هذايا الكل مع بعضنا، وباش نفهموا شنو معناتها انتربرونوريا، شنو معناتها بروسيس. دونك بدينا بشويه بشويه في لي انكوباسيون، ومن بعديك صابينا في البري لابيل ستارت اب اكت، ومن بعد عملنا الكرياسيون جوريديك. ما كناش نعرفوا شنو بالضبط لازمنا نعملوا، خاطر لاكتيفيتي توريستيك c'est très sensible par rapport à l'aspect juridique. فما حاجة معينة يتمك تعملها une fois كتبت حاجة touristique. دونك نحنا باش نجمو نخليو اللابيل حاتينا activité informatique، حاتينا حاجة ما نعرفوش ايش برشا شنو تنجم تكون. وبعديك قعدنا في ديليم حتى لتوا نفركتو شنو نجمو نعملو، اسكو نجمو نزيدو activité اخرى، اسكو يزمنا نبدلو باش نجمو نكزيرسيو الاكتيفيتي كيما نحبو احنا. surtout que توا بديت l'évolution تاع الاكتيفيتي، بدينا نعملو في l'implémentation تاع دي circuits اللي هما spécifiques تاع IDW واحنا برك نخدمو فيهم. donc le challenge était plutôt juridique ou administratif vu que nomenclature ياسر قديمه لازم هتاوا vraiment لازم تصير ميزا جور، لازم تتبدل. ديجا برشا دي انستيتيوشن يخدموا على الحاجه هذه، ان شاء الله بروشينمون نلقاو هكا حاجه تحلو هكا لي ستارت اب ودي اكتيفيتي جدد نجمو نحنا ندخلوا تحتهم. دونك وين نجمو نقولوا المشكل انه كي تكون لاكتيفيتي جديده ولا نوفاتريس وتخدموا فيها بتاتر وحدكم ولا شوية ان توكا، الاشكال انه ما تلقاو لهش لو ستاتيو نتاعها والنومنكلاتور نتاعها، وتراسلكم فو ريبوندي ا دوتر، تحطوا روحكم في كاز اخرى بور اتر دون اون ريغل. توت افي توت افي. ديجا هذاك علاش بدينا نخدموا على ام تي كونسورسيوم ديجا حتى مع الجي ايزي دوك شي لمينا بعضنا العباد نتاع التوريزم الكل، خاطر براتيكمون عندنا نفس البروبليماتيك، وبدينا نطرحوا شويه في المشاكل، ان شاء الله نجموا نلقاو حلول. اما وي برينسيبالمون هذايا كل واحد شنو اختار الاكتيفيتي نتاعو باش تكون، اما الكلنا ما عندناش الاكتيفيتي الصحيحه اللي لازمها تكون بور اكزيرسي الميتي نتاعنا. وني شنو تتصور انت الحل الريكومونداسيون؟ الريكومونداسيون
يلزمها تكون institutionnel يعني à la base يعني لازم هما يخمو vu que déjà وزارة السياحة impliqué في الحكاية وزارة التكنولوجيا impliqué في الحكاية donc لازم الوزارة هي اللي تتحرك باش نجم تخدم حاجة سبيسيفيك للستارتاب vu que توا بالحق ولينا نومبرو quelque soit في التوريزم ولا لا وفما ان بوتونسييل وفما يعني حتى كي نشوف لي بيلون تاع الستارتاب في العام نقول سافا قاعدين نقدموا قاعدين نعملوا في حاجة دونك سيغمون باش تبدل حاجة على خاطرنا. خلود خزيت لابيل ستارت اب اكت اليوم كان نخمو على اون فيرسيون 2.0 شنو تكون اكثر حاجه انت ماذا بيك تتحسن بارابور الاي دي واي هما برشا حاجات بتيتر نجمو باغ اكزومبل من العبد اللي صب بخي لابيل للي ياخذ لابيل نجم يكون اكثر شويه من 6 شهور لو طون اللي عبد هبط شويه الام في بي نتاعو شاف المارشي اسكو سا فا ريوسير ولا لا باش العبد ما توصلش تعمل كرياسيون جوريديك باغ اكزومبل اون بادي كتبطل بور غارونتير اللي ستارت اب هذيك تنجم تنجح قبل ما تعمل الكونستيتيسيون جوريديك نتاعها وتاخذ لابيل اون فوا خذيت اللابيل لازم تخدم على روحها بيان ايفيدامون اما افيك لي سيركونستانس اللي صاروا افيك الكونديسيون نتاع 3 ans 10 سالاريي و 300 000 دينار اسكو سي رياليزابل بارابور لسيرتين ستارت اب اللي هما توشي بار لي سيركونستانس نتاع الكوفيد وكل شيء في زاد افوار سينون les avantages ils me dure l'âge là puis tu bénéficies mais les avantages là comme quel que soit impôt quel que soit CNSS ou colchay donc c'est bien de les garder c'est bien de voir شنو اخر نجم bien faire les startups puis نجم aussi donner tout mais surtout les conditions de 3 ans notre savoir c'est à vérifier خلود دونك فوالا هذوما شويه من المشاكل اللي تعرضتو لهم مانيش نقول نتصور ما تعملش نتمنى لك برشا مشاكل ما نتصور فما مشاكل اخرين وذاك عليه فما الفورمولير اليوم اللي نتجموا تحكيوا فيه كل شيء وتحطوا فيه المشاكل كل وتحكيوا على الاكسبيريونس نتاعك ما عملت طلع عليه الفورمولير وي عملت طلع هو سي اون اوبورتونيتي باش نفرغ قلوبنا هكا كلكو سوا خاطر الكلمه هذه تعاود برشا يعني فرغ قلبك بودكاست لازم نسميه فرغ قلبك جوستومون يعني عندك هكا دي شان باش تكتب سورتو فما لي اوبستاكل كل quelques recommandations sûrement il y a un travail derrière il y a des focus group avec les secteurs alcool ça aboutit l'idée sûrement احنا زيد كي نعملوا الفورمولير نجموا نعاونوا على الاخر باش حاجه من الريكومونداسيون هذيا تصير سي عنا احنا حاجه اخرين نجموا نحطوهم ك ريكومونداسيون دونك نعملوا الفورمولير باش نخليك توا درج درجين وحدك تعمل كيف تعمل فورمولير ميرسي بوكو خلود كاعي ميرسي ا فو كنتوا تسمعوا في تي اس ستوريز حكايات ستارت اب تونسيه قاعدين يعملوا في امباكت وقد ما يكون فما موفمون دونسومبل قد ما يكون الامباكت اقوى والخطوه اكبر هذاك عليه الفورمولير موجود على خاطر ما فما حتى حد ينجم يحكي على مشاكل لي زونتربرونور اكثر منكم انتوما احنا عملنا اللي علينا والفورمولير تلقاوه على السيت ولي ريزو سوسيو نتاع تونيزيان ستارت ابس والباقي عليكم انتوما